لا هذا من زكين، هذا اول عرض ليه في وجده، دوزت هوليوود سمايل وبوركينا فاسو. وجده دائما كتكون من المدن الاولى اللي كنسبقها في العروض ديالي، عندي علاقه جميله مع الجمهور، كيكون دائما تجاوب، كيكون واحد الحب، وانتم راه شفتوه كامل. ف كاين اللي مسكين بقى هنايا مده طويله باش ياخذ تصويرات تذكاريه، فهذا كيشرفني انا كفنان مغربي. ودائما يعني المجيء لوجده كتكون عنده واحد الصبغه خاصه. العكس، العكس هو كل ما كانت الحركيه وكل ما كان بحال اللي قلتي، يعني واحد كيعاون الاخر في البيع ديال التذاكر، لان كثرت العروض هي اللي كتخلي الحركيه، وانا زعما كنشجع على هذه المساله هذه، وخص الحركه الثقافيه ما خصهاش تحبس صراحه. والله زعما نقول لك صريح، اليوم 15 ولا 16 في رمضان لحد الان باقي ما جلستش باش نتفرج في حاجه، زعما تفرج في حلقات ديال سميرس ديال كبور، لانني كنت الانترنت، اما البقيه كنت غالبا الجوله وكنت كنسافر، باقي ما جلستش باش نتفرج، ما عنديش زعما باش نقدر نحكم على الاعمال اللي. لا ماشي، ما بقاش نقولوا ان الجمهور ينتقد من اجل انه غير ينتقد، يعني كل واحد عنده، كل واحد كيفاش كيشوف الامور. ولكن بعض المرات كتمشي ليوتيوب وكتلقى نسب المشاهده، فهمتيني، كتلقى واحد العمل في التلفازه عليه انتقاد، ولكن كتمشي مثلا ليوتيوب كتلقى 6 المليون في المشاهده، 7، يعني كنقول راه في ظل الالتقاط كتكون متابعه، نيت والناس كيمشيو يتفرجوا. يعني نقدروا نقولوا ان التلفازه ما شافوش الناس، ولكن الناس كيرجعوا من بعد يتفرجوا في اليوتيوب. او ما عنديش زعما شي تعليق زعما على شنو السبب، بوتيتخ الجمهور اللي يقدر يجاوب اكثر مني. لا العكس، شاركت في بزاف ديال الكابسيولات الكوميديه ودرت بزاف ديال الحوايج. كل مره كيبقى يعني كل عام وكيكون نوع ديال الاختيار وصافي. هذا الشيء اللي معلوم، الناطق غير رسمي هو واحد الكونسيبت اللي غيبقى دائما حي في يوتيوب، وفي كل مره غيرجع عاوتاني ويتجدد. تحيه للجمهور ديال وجده، وتحيه للجمهور ديال العمق.